في إطار الحملة التحسيسية التي نظمها مصلحة جراحة المسالك البولية في أول نوفمبر تم توافد أكثر من 400 شخص للقيام بالكشف المبكر على لسرطان البروستات. تم إخضاع أكثر من 200 شخص للتحاليل الدموية PSA والكشف السرير. وسمعنا بهذه الحملة في الجورنو، صادير أنا نتبع الجورنو، شفنا البروفيسور يوسفي دار هذه الحملة، قال لك صادير هذه تاع الشهر الأزرق الخاصة بكشف تاع البروستات. أنا صما في أن غرون بليزير من تسمع كيما هكا الحملات، زدت أنا بروحي زدت قلت للناس وجينا نشوفوا بعيننا باش نشوفوا هذه الحملة اللي راهم دايرينها. حقيقة جينا للمستشفى بريمينوفوم، جينا شفنا معنا في لي شابيتو، الحق استقبلونا واحد الاستقبال ابراوفر، استقبلونا وعيرونا وداروا لنا حتى الكشف باش نقولها لكم. الكشف السري داروه لنا لداخل في الاخر، الله يكثر خيرهم. انا بروحي رحت فرحان، مين شافوني وباقيت والو رحت فرحان. نطلب بالسكان الناس والاخر باش تتوعى وتتبع هاد الحملات هادو، سي تري امبورطون. الوقايه كما يقول لك وقايه خير من العلاج. يعني درت لا كونسلطاسيون تاعي، درت لي زاناليز تاعي، واليوم راني ريكيبيريت لي زاناليز الحمد لله، ولا في لا كونسلطاسيون تاع الميتان البارح قال الحمد لله، قال لنا ما عندك والو. انا جيت هنا عم نشوف على سيرات المبكر. انا سمعتها كيما هاك، راني جاي تبارك الله فيكم والله يحفظكم، درتوا حاجه مليحه والله يشافي مرضاكم. وننصح كل المواطنين بالتحلي بالثقافه الصحيه للكشف عن كل الأمراض المزمنة وخصوصا مرض البروستات اللي هو مرض اللي كي نقدبوه في لو ديبي نقدو نداووه بلو فاسيلمون بارابور ان ستاد تري افونسي.